اولا بدري بنون بالمناسبه جاي له شد عضلي في العضله الخلفيه وغياب 3 اسابيع، فاضطر الجهاز الفني لمنتخب المغرب خلاص يقول له شكرا، وهيرجع تاني من الكاميرا، هيرجع على النادي الاهلي يكمل علاجه هنا في مصر. ويمكن يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. كنت لسه بقول لعصام عبد الفتاح ان الحكم يجي له كورونا عشان يبقى مكتوبه لمحمد معروف او لاحمد الغندور، فمكتوبه للاهلي انه يستعيد بدري بنون ويعالجه عنده ويجهزه قبل كاس العالم للانديه اللي هتنطلق يوم 3 فبراير وتعرض المواعيد والقصه اللي احنا عارفينها. انما هو جاي مصاب، فلو بيتعالج هناك فلسه قدامه على الاقل اسبوعين، وبعد كده يبدا فتره علاج طبيعي. ان شاء الله يبقى جاهز بدري بنون من العناصر الاساسيه والاعمده الرئيسيه لخط دفاع النادي الاهلي، فراجع القاهره ان شاء الله من الكاميرون عشان يكمل علاجه مع النادي الاهلي. حاجتين عايز اقولهم. احمد عيد عبد الملك اللاعب نادي الزمالك السابق عمل تويت، بصوا بقى هاجم فيها اللجنه اللي بتدير النادي. اللجنه عملت ايه؟ اللجنه عملت بص خبر صحفي حطت على البيدج بتاعت او الموقع الرسمي بتاع نادي الزمالك ان هو الاداره عملت صرفت جميع مستحقات لاعيبه ومدربي وادارين فريق كره السله والطايره المتاخره منذ 6 اشهر، ولقد تم صرفها بالفعل امس كما اصدر التعليمات ان يتم غدا صرف مستحقات فريقي اليد وتنس الطاوله وباقي الفرق الرياضيه المتاخره منذ 8 اشهر، ويتم الان تجهيز المستحقات المتاخره للفريق الاول لكره القدم المتاخره منذ 6 اشهر، وكان الفريق قد صرف مكافاه الفوز بطولة الدوري التي لم يتم صرفها لهم منذ تتويجهم بالبطولة وحصلوا عليها منذ يومين اللي هي المكافآت يعني، كما تم دفع مرتبات جميع العاملين والموظفين في النادي في الأول من يناير بعد أن كانت المرتبات تتأخر بال3 و4 أشهر. عمل أحمد عيد عبد الملك، وطبعا أحمد عيد محدش هيزايد على زملكاويته يعني، فعمل رد على الاكونت بتاعه، وانا شايفه رد منطقي. بعيد بقى يعني الناس تاخده انه بيهاجم، الناس تاخده انه بيعرفش ايه، لا، لكن هو رد منطقي جدا ولوجيك يعني. بيقول لك ما نصرف لهم من سكات، طيب ما هي من فلوس النادي ودي حقوق يعني. هو بيقول للاداره كده ما الكلام ده يتعمل من سكات، ومشكلتنا ان اللي بيجي لازم يلبس اللي قبله ويعريه، لكن نشتغل من سكات او نكمل لا. يعني انت النهارده بتيجي كل همك انك تدوس على اللي قبليك، لكن تكمل شغله، ما هو اللي قبليك هو اللي نجح في انه ياخد الدوري اللي انت صرفت مكافئته. ما هو انت النهارده صرفت المكافاه دي بناء على ايه؟ بتقول انت بتتفاخر انك صرفت مكافاه الدوري، ما هو ماشي، ما هو الاقوى ايه؟ اللي جاب الدوري. يبقى انت بتكمل شغله، يعني واحد جاب ايه المانع ان واحد بيكمل شغل اللي قبليه واللي جاي يكمل شغل اللي موجود وهكذا، ايه المانع؟ ما هو ده الحياه الطبيعيه لكل المسؤولين في الدنيا. على كل المستويات وفي كل المؤسسات السياسية والاقتصادية والرياضية وكل حاجة يعني. إنما أحمد عيد وقال لك بعد كده أول مرة أشوف صرف مستحقات بينزل على بيج النادي. ده إسقاط من أحمد عيد عبد الملك، مش عاجبه ان ده ينزل، مش عاجبه التباهي، ومش عاجبه في الأساس أصل الفكرة ان انت مش منزل ده علشان تقول للعيبة اهدوا او اطمنوا، لا، ده انت منزل ده كل هدفك ان انت تقول للناس انه حسين لبيب ما عملش حاجة. ما هو اذا كنا نتكلم بقى فير، لان حسين لبيب مش معانا، او لجنة حسين لبيب او لجنة عماد اللي هو عماد اللي قبليها، عشان نتكلم فير ما احنا نقول هم خدوا الدوري الكورة وخدوا دوري السلة وخدوا الكاس الطايرة وخدوا دوري اليد وخدوا التنس الطاولة وخدوا معرفش انجازات في ايه. اذا كنا نتكلم فير بقى صح ولا غلط، لكن في الاخر ده كان رد احمد عيد عبد الملك.